محمد حسين سيد حسين ابن الشيخ حسام، الشيخ حسين سيد حسين الشربي الشيخ حسام، واخو عبد الله حسين سيد حسين، الاثنين متاخدين في قضيه احداث امبابه. والكلام ده من 8 اشهر، يعني من 8 اشهر مفيش حاجه، مفيش اخلاء سبيل، مفيش اي حاجه. 8 اشهر بيعملوا تاجيلات، كل اربع يعني كل تاجيل بيجي بعد شهرين، بيجي بعد شهر، ويعمل جلسه واحده بيسمع فيها شاهد او شاهدين، وممكن يرفع جلسه بعد 5 دقائق. يعني في مماطله، في مؤامره سياسيه بتحصل. يعني ايوه، انا ام عبد الله زوجة الشيخ حسين سيد حسين. اتقبض عليه امتى؟ اتقبض عليه في احداث امبابه، احداث كنيسه الكنيسه. هو كان مشارك يعني ولا لا؟ ده هو اصلا كان اصلا يعني بيدافع وواقف، يعني بيحجز وكده بس، فما كانش مشارك ولا حاجه. اصلا الجيش هو اللي شيع له، يعني واحد اسمه حمدي بدين هو اللي شيع له علشان يقف معاهم ويحجز، وادوا له عربيه اسعاف، وهو وقف هو وعبد الله ساعتها ابنه، وقعدوا يحجزوا وقعدوا يتكلم في عربيه الاسعاف في الميكروفون ويهدي الموقف بين المسلمين والمسيحيين. بس كنا في الاخر بصينا لقينا هم جايين يقبضوا عليه. طب هو عمل ايه؟ اي ذنب جناه هو ولا عمل ايه؟ يعني هو ده نتيجة اللي هو مثلا سمع اللواء دوت، كلام اللواء دوت، وراح وحجز وعمل؟ هو يعني ايه الذنب اللي جناه يعني؟ يعني مطلوب الافراج عنهم طبعا. ما كل اصلا الجناه اللي بره دوت اللي عملوا البلاوي كلها، كلهم خرجوا وهم اصلا ناس ابرياء. يعني فين العفو عنهم وفين الكلام دوت؟ كل جلسة تأجيل تأجيل تأجيل. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. انا اسماء فرغلي محمود، حماية وسيلفي حسين سيد حسين وعبد الله حسين سيد حسين. المفروض اصلا ده يشهد، ده شهيد مهم اصلا، ليه ما يجيش يشهد وليه رفض يقابلنا؟ اقل حاجه يحصل اخلاء سبيل، يعمل اخلاء سبيل وتحكمهم بره زي مقارنه بغيرهم، يعني في احداث تانية كتير.